اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيف لاي. اليوم رجعنا لكم بشرح جديد لهذا الموقع TRX69.com. هذه هي الواجهه الرئيسيه الخاصه به. اذا اولا نذهب الى طريقه التسجيل. ستضغطون على رابط اسفل الفيديو، هنا ستجدون هنا الموبايل نمبر واللوجين باسورد والسكيورتي باسورد، وهنا الانفايت كود، وهنا تدخلون هذا الاتاش وتضغطون على ساين اب. إذا هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالحساب. هنا يوجد الديبوزيت والويذدراول والشير، وهنا التيم يظهر لكم الحالات الخاصة بكم. إذا هنا الوالت بيزك اكونت، وهنا البروموشنال اكونت. أولا نذهب إلى طريقة الإيداع، تضغطون هنا ثم تختارون الانفستمنت اكونت. يقول لكم هنا نضاف الأرباح يوميا بتوقيت سنغافورة. إذا يمكنكم نسخ هذا الكود أو عمل كوبي لهذه الأدرس. هنا يقول لك أقل شيء للإيداع هو 5 TRX. نقوم بتحديث الصفحة هنا، إذا نقوم بلصق المحفظة التي قمنا بها. هنا ندخل 20 TRX كما ترون. إذا بعدها نضغط هنا على withdraw. إذا سنكمل الدفع ونرجع إليكم. إذا كما ترون تم الإيداع بنجاح. نضغط على completed، نرجع للموقع ونضغط على ريشارج كومبليتد. إذن الآن يمكننا أن ننتظر حتى تصلنا. إذن نكمل شرح باقي الأشياء. مثلا هنا عند الضغط هنا تجدون الأنونسمنت الخاصة بهم. هنا لديكم الويب سايت الخاص بهم، ويب سايت لينك. وهنا لديكم الكاستمر سيرفيس إذا أردتم التواصل معهم. وهنا على الديبوزيت ريورد من الليفل الأول 3% من 5 حتى 40 ألف TRX، والليفل الثاني 4%، والريشارج الخاص به هو من 40 ألف حتى 200 ألف إلى الليفل الثاني، والليفل الثالث أيضا من 5% كوميشن، والريشارج من 20 ألف حتى 500 ألف، وهنا أيضا 7% وحتى 9%. وهنا لديكم الانفيتيشن ريورد. على سبيل المثال إذا قام شخص بالإيداع بالبروموشنال أكاونت ستحصلون على 15% بالليفل الأول، و3% بالليفل الثاني، و2% بالليفل الثالث. مثلا هنا يعطيكم اكزامبل. إذا نرجع للواجهة الرئيسية، كما ترون هنا لدينا بعض المعلومات أيضا عن الموقع، وهنا البلاتفورم داتا ديسبلاي. هنا بعض المعلومات عن الموقع ايضا والديفاي تكنولوجي لا غير ذلك. وهنا لدينا الجلوبال بارتنرز، منهم الباينانس كما يقولون. طبعا لا اتوقع ابدا انهم عندهم هذه الشركات اصلا. انما هنا الكوين مايت والجينيكس الى غير ذلك. هنا في التريدينج ايضا لديكم كولد مايننج از وركينج 4%. هنا يمكنكم رؤية التريدينج بروفيت كل 24 ساعة. هنا ايضا لديكم الانفست، هنا TRX ديلي ريت 9.5 لمدة يوم واحد، وهنا 3.8 7 ايام، وهنا ايضا 6.5 ل30 يوم، وهنا 8% ل60 يوم. اذا هذه الانفستمنت. اذا ضغطتم على اي وحدة تظهر لكم هنا جميع المعلومات، الستارتنج اماونت والماكس انفستمنت والسايكل والديلي انترست والنمبر اوف انفستمنت ايضا. اذا هنا ايضا تظهر لكم العديد من الاشياء مثل البروفيت ريسك او ترانسفير تو بيزك اكونت الى غير ذلك. سنرى هل وصلنا الايداع. نقوم بتحديث الصفحة، نضغط ريشارج كومبليتد مرة اخرى. اذا كما ترون اصبح لدينا في TRX ديبوزيت 20 TRX، واذا قمنا هنا لدينا 1220 TRX. الآن أصبح بإمكاننا السحب. يمكننا الضغط هنا على withdrawal. كما ترون الديلي ليميت هو 0.6. أقوم بإدخالها هنا، وهنا ندخل المحفظة الخاصة بنا. إذا هنا نضغط على confirm. إذا يمكننا الضغط على save من هنا إذا أردنا. إذا تم خصمه بنجاح، والآن تم خصم 0.6، وسننتظر حتى تصلنا في الإيداع الخاص بنا، وسنريكم بعدها إثبات السحب. هنا أيضا لديكم الأب إذا أردتم تحميلها.
جيد، هذا تقريبا كان كل شيء في الموقع. لديكم هنا الشير، invite your contacts or friend and earn reward. لديكم هنا هذا الرابط لحاله، يمكنكم الضغط على كوبي له من هنا والترويج له، refer and earn reward, share your referral link and start earning. هكذا يمكنكم الربح من خلاله ايضا. إذن سوف نرى هل وصلنا الدفع الى الان. اقوم بتحديث هذه الصفحة، لم تصل بعد، سننتظر قليلا ايضا. اذا كما ترونها قد وصلت وهي الان في الكونفيرميشن، وهذا هو التاريخ 0.6 تي ار اكس، وهذه المحفظة الخاصة بنا، هنا ايضا تي اكس اي دي. اذا وصل الدفع بنجاح.